اول حاجه كنبغي نقول كنبغي نشكر الاصدقاء ديالي على هذه المقابله اللي قدموا، ما تاتش لنا الفوز، كنا طامحين باش نحققوا واحد النتيجه الانتظار اللي تخلينا غاديين مع المقدمه الترتيب. كنا في المقابله مركزين، سدينا المساحات على فريق الخصم اللي كما كتعرفوا فريق نهضة بركان عنده لاعبين متميزين. درنا داكشي اللي علينا، طبقنا التعليمات ديال المدرب، جانا هدف اللي ضد مجرى اللاعب اللي كان من بلاريتي. كنتمناو ان شاء الله باش نزيدو نخدمو ونزيدو ان شاء الله نركزو مزيان في المقابلات، لان الحمد لله كيف ما شفتوا عندنا فريق اللي جيد اللي فيه لاعبين شباب ولاعبين مجربين. كنتمناو ان شاء الله باش نبقاو غاديين في هذا العمل ديالنا، باش نقولوا ان شاء الله الكلمه ديالنا ونبقاو غاديين مع مقدمه الترجيح ان شاء الله. هي كما قلتي ما كاين هذه المقابله ما انتصرناش، لان كان الخصم هو واقف مزيان في الملعب، ففريق نهضة بركان هو فريق كبير ماشي فريق سهل، فريق اللي عنده لاعبين مجربين، لاعبين عندهم خبره. احنا دخلنا عازمين باش نحققوا نتيجه انتصار، سجلنا الهدف الاول، كانوا جاونا فرص باش نسجلوا ما تاتش لينا، جات ضربه الزاويه تسجلت علينا. هذه هي كره القدم، كنتمناو ان شاء الله باش نزيدوا نشتغلوا على الامور اللي عندنا فيها الخصائص، وان شاء الله نزيدوا ان شاء الله لقدام بالفريق ديالنا. كما قلت الاسبوع اللي قبل من الماتش ديال الرجاء، فقلت لهم بان الفتره ديال التوقف كتاثر على اللاعبين، خصوصا ان ما كتبقاش عندنا التنافسيه، فكتلعب مقابله ولا جوج المقابلات وكتوقف عاوتاني واحد اسبوع ولا جوج الاسابيع، فاوتوماتيكمون كتاثر على اللاعب، لانه ما كتبقاش عندنا التنافسيه ديال المقابلات. كيف ما شفتوا فكيبان لك بان اللاعبين كيبان لك الريتم ديال المقابلات ما كيبقاش غادي في واحد الخط تصاعدي، لان من الطبيعي لان اللاعب واخا كيبقى يتريني واخا يبقى يتريني حياته كامله ما كانوش المقابلات، ما كتكونش الموتيفاسيون بان عند اللاعب، وما كتكونش كذلك الريتم اللي غيبقى شادو ديال المقابلات. المقابله ديال الديربي كتكون عندها حتى هي طعم خاص، نتمنوا ان شاء الله باش نوجدوا ليها كما كنوجدوا جميع المقابلات ونفوزوا بها، باش نبقاو غاديين مع الصبور الترتيب الاوائل ونساليو ان شاء الله الشطر الاول من البطوله مع الاربعه ان شاء الله ولا الثلاثه الاوائل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.